الآن مع عرض درامي مسرحي قصير للفنان المخرج الأستاذ نبيل ساق الله، بيحدثنا بشكل درامي خاص قصة تتحدث عن الرجيم واستخدام الأعشاب والمكملات الغذائية ومجموعة الفوائد الشخصية التي تعود علينا بالفضل والنفع. فليتفضل. يحكي هذا مين؟ درجة حامل ولا عادي؟ كيف زي ما بتقول؟ يعني جربت وببدا في الوطني وبفوع فيه. قال لي وفر غناءك. قال لي وفر غناءك. ليس في العالم من يصغي إلى هذا النشيد، ليس في العالم إنسان وحيد. قل ربما الآن، ولكن في المدى الآتي البعيد، في السنين المقبلات، في القرون الآتيات، ربما يولد من يمنح أذنا لغنائه. مش هذا الموضوع، بس الدبدحة هيك. الموضوع إنه أول شيء بقول الله يعين كل الستات اللي بدهم يروحوا ويجوا في البيوت. تحية كبيرة لهم، لكل ست لتشهد السبعة، وتحية أكبر للراجل اللي يرفع ايده ويقول أنا بدي أرجع المرض اليوم. أشوف مين من الرجال بده يروح يجري، مين فيكم سبع، مين فيكم أمير اليوم؟ أشوف حدا يرفع، والله بحييك. أحيي الرجال اللي بتساعد ستاتها في البيوت، أكبر تحية لهم. تحية كبيرة، والله يا عمي أنا بساعد في البيت، بس ماليش في الجري. خلينا نقول موضوعنا اليوم بدناش نغلط. عارفين ايش يعني بدناش نغلط؟ يعني قصة الوصفات الطبية اللي عنك، ويا اخي بتلقى قديش الرجال بيعانوا منها. كيف بيعانوا منها؟ أول ما بيبدأ المرة في النت بتجيب له وصفات، بتحط له مثلا سبانخ على بيض على جبنة على طير على وخبز وهات من السوبر ماركت، جيب يلا. ويا اخي بتدوب لقمة تقول مسكين بنضرب. لأنه ليش؟ بنضرب لأنه شبهوا الزوجة بالحكومة. عارفين ليش شبهوها بالحكومة؟ لأنه لا تقبل الانتقاد. في واحد بيقدر فيكم من الرجال يقول لمرته طبيخك من ساكت؟ مين فيكم؟ والله ايش ما تخبص، احنا بنغيس، اسكت. نمرة اثنين في السن، ليش شبهوها بالحكومة؟ لأنه تغييرها صعب. تغيير الحكومة سهل؟ صعب. اي حكومة تنزل والست تغييرها صعب. الحاجة الثالثة انه زعلها عاطف. يا لطيف اذا زعلت الحكومة من حدا. ضل لا يفوز لا بتطبخ ولا بتعجن ولا بتدلع ولا 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 اللي انتم عارفينه. ومساكين هالستات على هالنت وخذ وصفات. والناس بتفكر مساكين انه النت ايش؟ يعني كل شيء فيه. لا يا عمي، طب ما انا بنكت وانت بتنكت وانت بتكتب وكله بكتب، كلنا بنقدر نخبص على النت. وقال ايش ممكن يجيب لك وصفه تقول لك انه محليها هذا دليفري، واحد بيعمل اعشاب على الدليفري بيبعته بقول لك تاخذي 50 جرام تحلى جندره، 50 جرام تاع كبان السوق، 50 جرام في الميدنه، 50 جرام عرق النكوة، وبكتب لها قال دق ورق. من وقتيش صارت الدق ورق يا عمي؟ قولوا لي انا من وقتيش كانت في دق ورق؟ طول عمرها الدق قمح وبنطحنه، قال دق ورق بقول لك. ومساكين الستات بتليس، وبعدين بقول لها ما بتطحنيهم وبتعجنيهم مع شوية زنزلخت وبتحطيهم اسبوع تحت التخت، طب وبعد اسبوع بقول لك كبيهم، انت بس عليك تشم ريحتهم وبتخسي. وما بخس الا الراجل المسكين اللي بضل يصرف على الوصفات الطبيه اللي مش نافعه. الى صاحب يا شباب وستات مسكين كان وزنه 130 كيلو. وهذا مسكين، يعني انا بالبق وانا بنصحكم. كل واحد يروح يزن مرته على الميزان، اللي اكثر من 70 يهددها بدها تجوز عليك. ما ليش يا عمي برضه؟ عشان الرجل الله يعينه يقدر يشيل. كيف بده يشيلها اذا كانت اكثر من 70؟ صاحبي هذا كان وزنه 130 كيلو. قديش وزنه؟ 130. هذا صاحبي ما خلى حد الا رحله مسكين، وصار عنده ايش؟ اعراض زي الست الحامل اللي انتم عارفينها.
الدوخة ومسكين يقول له مالك؟ يقول لي والله ما خليت. هل يقول لي اشرب زيت خس؟ طب زيت الخس انا بعرف امشي عليه. واحد يعطي له وصفه يقول له خذ عرق النحو لثلاث ايام فالعريق يشربه كل يوم. واحد يقول له عسل مع بابوني مع 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 كعكازان الصبح. الوصفات هذه كثرت والناس مسكين. يقول له بس ما لقاش الا صاحبنا وحبيبنا الدكتور محمود الشيخ علي. لا بيقول لك وصفات ولا بيعمل لك برنامج للرجيم اللي كلفك كل يوم 100 دولار. يا عم شعب غزه كحيان من ولا جيب للرجيم 100 دولار كل يوم. بقول لك بدك تفطر بيضتين مسلوقات وفنجان عسل وشويه مربى وستيك دجاج وبعدين ستيك لحمه على الغداء. من وين؟ من وين بده 100 دولار يومي؟ فاحنا نقول له بطاطا مسلوقه، كله شويه زعتر، ادي له وصفات على قدر المستطاع اللي عندنا على قد حياتنا يا عمي. قلت له بس اخذت مسكين هذا ال 130 كيلو صاحبي، كل ما يخطب واحده ولا واحده ترضى فيه، وانا بقول للبنات ايوب ابتزني خطيبك على الميزان اكثر من 90 قولي له خس وبعدين بترجع لي. اما تخديه يا حبيبتي بتصير ايش يا عمي؟ طول النهار يكون عليك في المطبخ يا دوب تقدر تحشي له بطنه. وسيبونا من القصه الفاضيه اللي بتقوله بدي ابتسل للراجل عن طريق معدته. هرتوهم للرجال بالمعدة، هرتوهم، صار بدون مؤاخذة الواحد زي الورمين. وقال ليش؟ بقول لك الراجل بتعيبش، بالبزال فضبل مدور تدوير وبقول لك الراجل بتعيبش. طب ما تخس الراجل، وأنا بطالب من هنا الدكتور محمود الشيخ علي السنة الجاية تعمل أمير الصحة زي ما عملت أمير الصحة. إحنا رجالنا الحكي نخس. صاحبي هذا راح وما خلاش حدا مسكين. لما حكيت لكم صار داير 24 ساعة مسكين تخير، وزي ما قلت لكم أعراض الحمل بالآخر أخذته على الدكتور محمود الشيخ علي. عندي الدكتور محمود الشيخ علي إعطاني الوصفات الطبية الصحية والتغذية الكلينيكية لأنه هو أخصائي تغذية وما بتكلفش وما بتغلبش وبدون ما ينحرم من أي شيء، لانه عنده حلويات، عنده حلاوه بتنعمل بسكر مخصوص، وعنده شوكولاته، وعنده خبز صاج، وعنده يعني بده تخس بدون ما تحرم حالك. والحمد لله على مدار ست شهور صاحبي من 130 كيلو نزل ل 90، 40 كيلو بس. بدكم تسالوني ما انتم وين هو اليوم؟ اليوم صباحيته امبارح كان رغم الزوابع والريح والكذا كان امبارح عريس. واخذ واحده صار ايش سمباتيك شيك قول بعرض بحلاوه، لانه الوصفات الطبيه اللي بتخلي وشك اسمر يا ليلك يا كذا، كل الوصفات هذه الغلط، لانه بيفقد معادن وبيفقد فيتامينات وبيفقد سعرات حراريه وكل هذا وصفات غلط. ساعتها صاحبي ايش؟ اتجوز واحده موظفه وما شاء الله عليه اليوم صباحيته. اللي خاطر انا بعد البيت مروح من عندكم اروح ادقدق عليه ولا ايش رايك واسيبه بحاله؟ ايه؟ وانا الان انا بنصح يعني كل واحد بده يخس او ست بدها تخس تروح لمين؟ لمين؟ والله ما انا سامع، والله المفروض يزعل منكم. لا انا بدي صوت جماعي. راضي يا دكتور محمود على الصوت؟ مش راضي والله. طب والله ما هو راضي. سمعوه بصوت عالي بده يزعل منا. وببطل يوزع جوائز اليوم. محمود الشيخ علي يا عمي تحية كبيرة للدكتور محمود الشيخ علي ابن النفيس. وأنا دكتور محمود أنا وهنختارية كلنا جايين عندك بدنا نخس.